طيب تاني جزء هنتكلم عليه في المحاضرة بتاعتنا اسمه ايه؟ الابلاستيك انيميا. طيب ده نوع تاني من انواع الانيميا، واحنا اتفقنا يعني ايه كلمة انيميا، يعني فقر الدم خلاص كده، يعني ان الار بي سيز بتاعتنا قلت نتيجة حاجة اسمها ابليزيا. يعني ايه كلمة يعني ابسنت، وبليزيا معناها ايه؟ ديفيجن. ما احنا عارفين هايبر بليزيا يعني بيحصل ديفيجن كتيره. طب كلمه ابلاستيك انيميا يعني انيميا حصلت نتيجه ان الايه، ان البون مارو بتاعنا لو انتوا تفتكروا اللي هو منظره كان بالمنظر ده خلاص، الستام سيل بطلت تديفايد خلاص كده، وقفت ديفيجن خلاص كده، بطلت ان يحصل فيها ايه، بليزيا، فبيسموها ابلاستيك انيميا. ويا اما الابلاستيك انيميا دي بتاثر على بث الاريثرويد لاين، يعني الخط اللي هو اللي ما بتتحور تدينا البلو اريثرو بلاست لحد ما تدينا ريد بلاد سيل، وساعتها بنسميها ريد سيل ابليزيا، يعني بس الايه الار بي سيز بس هم اللي قل الديفيجن بتاعهم. يا اما الابلاستيك انيميا وده الموست كومن فورم، يحصل ان الستيم سيل ما يحصل لهاش ديفيجن لولا نوع من الانواع بتاعتها، ولا تدينا برو اريثرو بلاست، ولا تدينا مايلو بلاست، ولا تدينا ليمفو بلاست، ولا تدينا مونو بلاست، ولا تدينا ميجا كاريوسايت. فالعيان ده الريد بلاد سيلز بتاعته بتقل، والوايت بلاد سيلز بتاعته بتقل، والبليتلتس اللي هي الصفائح بتاعته برضه بتقل. فعشان كده بنسمي المرض ده بيعمل عندنا حاجه اسمها بان سايتوبينيا. يعني ايه كلمه بان؟ كلمه بان دي خلاص معناها ايه؟ معناها كل الخلايا، وسايتو يعني سيلز خلاص كده، وبينيا معناها ان هي ايه، قلت. يبقى عندنا حاجه اسمها ايه، بان سايتوبينيا، يعني قله في كل الخلايا بتاعتنا. طيب دي اول معلومه عايزكم تعرفوها. طب تعالوا نقرا بقى كده الكلام المكتوب عندنا في الجدول. اولا بيقول لكم ان الكونديشن ده از لايف ثريتنينج، يعني يهدد الحياه، كونديشن ان ويتش البون مارو بتاعنا اللي هو الايه، اللي هو البون مارو اللي هو المصنع اللي بيصنع عندنا البلاد سيلز بتاعتنا، بيتحول عندنا لحاجه اسمها فاتي بون مارو. يعني ايه؟ بيتحول عندنا بالمنظر ده، بدل ما هو عباره عن سيلز كده بيتحول يكون ايه، فاتي سيلز. ده النورمال بون مارو كله مليان خلايا، هم ستيم سيلز بتتحول لريد بلاد سيلز وايت بلاد سيلز وبليتلت، وده منظر الابلاستيك كله عباره عن فاتس دهون. طيب ويز فيلير يعني ايه؟ فشل في البرودكشن اوف الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبليتلت، بيجي له حاجه اسمها بان سايتوبينيا، يعني كل خلايا الدم تقل. طيب ويا اما المرض ده بيكون برايمري يا اما بيكون سكندري، يعني في سبب انا اقدر ايه اعمل له ايدنتيفيكيشن ادى ان انا يجي لي ابلاستيك انيميا. البرايمري ده هم نوعين، يا اما يكون ايديوباثيك. يعني ايه كلمه ايديوباثيك؟ يعني without definite cause. كلمه ايديوباثيك يعني ما قدرناش نوصل للسبب اللي ادى الابلاستيك انيميا. طيب يا اما يكون كونجينيتال، يعني بسبب ايه، تشوه خلقي، نوع من انواع الانيميا بيحصل فيها ايه، بيحصل ان الريد سيل اللي هم الايه، اللي هم الار بي سي، يعني هم دول بس اللي بيحصل فيهم ابليزيا. يعني البون مارو بيحصل له ديفيجن، يدينا عادي جدا، يدينا بص يدينا كل حاجه، هيدينا الوايت بلاد سيلز وهيدينا الليمفوسايت والمونوبلاست والميجا كاريوسايت عادي، لكن اللاين ده بس هو اللي مش بيتصنع، اللي بنسميه ريد سيل ابليجيا. خلاص يعني الريد سيلز بس هم اللي مش بيديفايد. اسم السندروم ده ايه عشان ما يجيلكم في الام سي كيو؟ اسمه دايموند بلاك فان سندروم، او اسمه كونجينيتال لان هو نتيجه تشوه خلقي، بيور ريد سيل يعني بس بيأثر على الار بي سي، ابليزيا. يا اما بيكون سكندري، سكندري الاسباب زي الصيموما اللي هو الورم اللي بيجي في ستايمس جلاند، او اوتو اميون ديزيز زي مثلا السيستميك لوبس. خلاص والناس اللي خدوا معايا روماتولوجي هيعرفوا ان احنا قلنا ان السيستميك لوبس بيطلع عندنا اوتو انتي بودي، تمام كده، كانت بتروح تاتاك مين؟ كانت بتروح عندنا تاتاك الايه، الريد بلاد سيل البون مارو بتاعنا خلاص كده، فتعمل عندنا ابلاستيك انيميا. طيب ايه كمان؟ ممكن تكون دراج انديوزد، يعني بسبب ادويه معينه راحت عملت في البون مارو ده، عملت فيه سبريشن، زي الانتي ثايرويد دراجز. والناس اللي ذاكروا اندوكراين، خدوا معايا اندوكراين، عرفوا ان الانتي ثايرويد دراجز من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعتها كان مكتوب كده انها بتعمل حاجه اسمها ايه، ابلاستيك كرايسيس. طيب او ممكن نتيجه استخدام الكيماوي او الاشعاع، الراديو ثيرابي او الكيمو ثيرابي، لان الناس اللي فيكم يعرفوا حد عنده سرطان او حاجه بياخدوا كيماوي، والكيماوي ده بيوقف اي خليه بتعمل ديفيجن بسرعه خلاص كده. زي مين؟ زي مثلا من ضمنهم الخلايا بتاعه البون مارو، دولت بيديفايد على طول. طيب لو حد اتعرض لانفكشن، في انفكشنز كتيره، يا ريت نشطب الهيباتيتس بي لانها مكتوبه غلط خلاص. طيب يا اما الابشتاين بار فيروس، يا اما البارفو فيروس، يا اما الهيباتيتس سي. علموني على البارفو فيروس واكتبوا جنبه ان ده الموست كومن كوز
خلاص كده الموست كومن كوز اوف ايه؟ اوف انفكشن ليدنج تو ابلاستيك انيميا. عشان دي بتجي لكم ايه؟ كتريكه ام سي كيو. يبقى هو الموست كومن كوز فور ابلاستيك انيميا ليدنج تو فور ايه؟ فور انفكشن ليدنج تو ابلاستيك انيميا هو مين؟ هو البارفو فيروس انفكشن. والهيباتيتس بي مش بيعمل ابلاستيك كرايسيس، فحاطط لكم ايه؟ اي نوع من انواع الهيباتيتس، سواء هيباتيتس اي او هيباتيتس سي او هيباتيتس دي، ولكن نون هيباتيتس بي. يبقى المهم ما يكونش ايه؟ هيباتيتس بي. طيب الجولد، الجولد كانوا زمان بيستخدموه في علاج السرطانات في شكل انجكشن، لقوا انه بيعمل ابلاستيك انيميا، بيؤدي الى ان البون مارو ما يحصلوش ديفيجن، او حاجه اسمها انفلتريتيف مايوباسي. يعني ايه كلمه انفلتريتيف؟ يعني يحصل غزو. ويعني ايه كلمه مايو؟ مايو دي المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها البون مارو. خلاص كده. طب واوباسي معناها ايه؟ معناها ان احنا عندنا ديزيز. خلاص كده. يبقى بون مارو ديزيز نتيجة ان حصل انفلتريشن للبون مارو، يعني البون مارو دخلت حاجة غزته. زي مين؟ هناخد امراض اسمها اللوكيميا. اللوكيميا دي في سيلز مالجننت بتخش تغزو البون مارو، خلاص كده؟ فتخلي ان الخلايا اللي موجودة جوه ايه؟ تموت، ويبقى بس موجود جوه المالجننت سيل، فيحصل عندنا حاجة اسمها ابلاستيك انيميا. طب عايز اتفق معاكم على حاجة، ان كل الاسباب اللي انا قلتها دي بتؤدي لابلاستيك انيميا ازاي؟ باي اميون ميديتد ميكانيزم، يعني بتنشط جهاز المناعة بتاعنا تخليه يطلع عندنا انتي بوديز يروحوا ايه؟ يروحوا ياتاك البون مارو. يبقى مين اللي بتكون اميون ميديتد؟ يبقى انا لو جيت سالتكم ايه اهم خط لعلاج العيان بتاعي دوت، هو ان انا اديله ايه؟ اديله اميونو سبريسيف دراجز، يعني ادويه تثبط او ايه؟ او تقلل قوه جهاز المناعه عشان تقلل الانتي بوديز وتقلل الاميون ميديتد رياكشن اللي بيؤدي عندنا الى ايه؟ الى ابلاستيك انيميا. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا هي ايه؟ هي طبعا العيان ده عنده ايه؟ الار بي سيز بتوعه ايه؟ قليلين، واحنا اتفقنا اي حد الار بي سيز بتاعته بتقل بيجي له ايه؟ انيميا. طيب والانيميا دي ليها اعراض جنرال ثابته لكل الناس، زي الفتيك وزي الويكنس والهيدك والبالور والايريجولار بريزنج، الاضطراب اللي في التنفس، وشورتنس اوف بريث، يعني ضيق الايريجولار فارت بيت، يعني ايه؟ اضطراب في نبضات القلب، وشورتنس اوف بريث اللي هو ايه؟ النفسي بتاع العيان ده يبقى قصير، يعني يعمل مجهود يلاقي نفسه بينهج على طول خلاص، او عنده الكولد هاند الاطراف الايه؟ الساقعه، والتشست بين وذ ايفورت. وفهمنا ليه؟ طيب لسه احنا سايبين الايه؟ سايبين الكومبنسيشن دي، قلنا هنشرحها في الاخر. طيب الكوز مانيفستيشن، يعني ممكن السبب اللي ادى ان احنا يجي لنا ابلاستيك انيميا ده يبدا ان يحصل له ايه؟ يبدا ان هو ايه؟ يبقى هو ده اللي العين جاي يشتكي بيه، يعني جنب الشكاوي بتاعته يقول لي ده انا كمان عندي حاجه اسمها مالر ريش. مالر ريش ده نوع من انواع السكين ليجن اللي بيجي مع الايه؟ حاجه كاركترستيك جدا لمرض اسمه السيستميك لوبس. الناس اللي خدوا روماتولوجي هيفهموا الكلام ده. فممكن يبقى عندي اعراض للسيستميك لوبس اللي هو ممكن يكون من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الابلاستيك انيميا، تمام؟ زي المالر ريش. او العيان بتاعنا ايه السبيسيفيك مانيفستيشن؟ احنا اتفقنا ان المرض ده بيعمل عندنا حاجه اسمها ايه؟ بان سايتوبينيا، يعني كل خلايا الدم بتقل، الريد بلاد سيل لما تقل هتعمل عندنا انيميا، والانيميا دي اتفقنا على اعراضها قلناهم سي بي 4 اللي قلناهم قبل كده اللي هم الفاتيك والهيدك والبالور والكولد ايه؟ اكستريميتيز والكلام ده. الوايت بلاد سيلز عندنا برضو بتقل، خلاص؟ طب لما الوايت بلاد سيلز بتقل العيان ده بيكون عرضه ان يجي له ايه؟ ريبيتد انفكشن، يعني ايه؟ عدوى، لان الوايت بلاد سيلز دي هي الاميون سيستم بتاعنا، هو الخط الدفاع اجينست الانفكشن. طيب البليتلتس بتاعتنا كمان ايه؟ بتقل. طب ولما البليتلتس تقل، البليتلتس دي اللي هي مين؟ اللي هي الصفايح. انتوا عارفين ان البليتلت بتاعتنا لما بتقل من الدم خلاص كده بيبدا يبقى احنا لايبل ان يحصل لنا حاجه اسمها ايه؟ بليدنج، يعني نزيف، يعني زي هيموريدج اللي هو نزيف جامد جدا، او حاجه اسمها بتيك اللي هي بتبقى نقطه صغيره، او لما تكبر شويه بيسموها ايه؟ بربرا، خلاص كده، بربريك راش. دول عباره عن ايه؟ كلمه بتيكي وبربرا لسه هندرسهم قدام لما ناخد البليتلت ديزيز، بس اللي عايزكم تعرفوه فيهم ان هم عباره عن ايه؟ بليدنج ان ذا سكن، نزيف بيحصل في السكن وفي الميوكس ممبرين، خلاص؟ نتيجة ان احنا ايه؟ الصفايح عندنا او البليتلت عندنا قليلة. طب لو جيت عملت للعيان كومبليت بلاد بيكتشر سي بي سي، هلاقي الار بي سي كاونت بتاعتنا قليلة، كمية الهيموجلوبين ان جنرال قليلة، خلاص؟ الام سي في اللي هو المين كورباسكولار فوليوم، يعني حجم الار بي سي بتاعتنا، هلاقيه برضو ان هو ايه؟ هنا خلي بالكم العيان بتاعنا دوت انا ما عنديش مشكلة في الايرن، يعني انا بطلع كميه هيموجلوبين ايه؟ عاديه، لكن عدد خلايا الار بي سي هم اللي قلوا عشان كده الهيموجلوبين قل. بس الخليه الار بي سي اللي بتطلع الام سي في بتاعها بيكون ايه؟ نورمال، والام سي اتش بتاعها بيكون ايه؟ نورمال، والام سي اتش سي بتاعها برده بيكون ايه؟ بيكون نورمال، خلاص؟ اللي يعني العيان ده عنده انهي نوع من انواع الانيميا؟ نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. يبقى يا ريت نزودها ان العيان بتاعنا عنده ايه؟ نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، على عكس
العيان اللي بتاعي اللي كان عنده ايرن ديفيشنسي انيميا كان عنده حاجه اسمها ايه؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، مهمه جدا 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 وبتجيلكم فين؟ في السي بي سي، خلاص، في امتحان الاوسكي. طيب العيان بتاعنا ده البليتلت كاونت لما اجي اقيسها هلاقيها ان هي ايه؟ قليله. لكن العيان اللي عنده ابلاستيك انيميا البليتلت كاونت بتاعته برضو الواي بلاد سيل كاونت بتاعه هيكون ايه؟ برضو قليل. خلاص اشتروا لي الكلمه دي، مش مهمه معايا خالص دلوقتي. طيب عايزكم تعرفوا معلومه كمان، هتجي لي سؤال في الامتحان في الاوسكي، الحته دي بتيجي في الاوسكي اللي مكتوبه قدامكم ديت، خلاص هيقول لكم، هجيب لكم منظر سي بي سي، هتلاقي حاطط لك الرقم بتاع العيان اللي هو الفايندنج وحاطط هنا النورمال رينج، والريد بلاد سيل هتلاقي ان عددها قليل، والوايت بلاد سيل عدده قليل، والبليتلت عددها قليل، فيقول لك العيان ده عنده ايه؟ هتقول له بان سايتوبينيا، هيقول لك مين اشهر سبب يعمل كده؟ حاجه احنا بنسميها قلنا الايه؟ الابلاستيك انيميا. دي اول معلومه عايزكم تعرفوها. طيب تاني حاجه عايزكم تعرفوها، ايه الانفستيجيشن اللي انا اطلبه من العيان تاني الى جانب السي بي سي؟ بعمل حاجه اسمها ايه؟ بون مارو اسبريت وبون مارو بايوبسي. يعني ايه كلمه بون مارو اسبريت؟ يعني اجيب العيان بتاعي خلاص كده واقوم قايم داخل بسرنجه وعامل اسبريشن من البون مارو بتاعه، خلاص، وافحصه تحت الميكروسكوب. طيب العيان ده اللي عنده ابلاستيك انيميا احنا اتفقنا ان البون مارو بتاعه هنا كله متبدل بايه؟ بفات، صح كده؟ فلما اجي اسحب منه اسبريت، يعني دخل سرنجه واحاول اسحب، بلاقي عندي حاجه اسمها اللي مكتوبه قدامكم اسمها دراي اسبريت، خلاص كده؟ يبقى البون مارو اسبريشن اللي انا بعمله بالسرنجه، يعني اللي انا لما اجي اشفط من البون مارو ما بيطلعش حاجه، بلاقيه دراي، بلاقي بسحب السرنجه الاقيها فاضيه، دراي اسبريت. ولكن لازم اعمل ايه؟ بعمل عمليه كده ميني سيرجري هنا، بفتح المكان هنا وباخد حته من الالياك بون وافحصها تحت الميكروسكوب عشان توريني المنظر ده، خلاص كده؟ بسمي ايه العمليه اللي عملتها دي؟ بسميها بون مارو بايوبسي، يعني عينه من البون مارو. يبقى مين اهم انفستيجيشن عندي للبون مارو في الابلاستيك انيميا؟ هو البون مارو بايوبسي. ليه؟ ده اسينشال فور دايجنوزس، هيشو هايبوسيلور فاتي اند فاتي بون مارو وديكريز في اول سيل كومبوننت بتاعتنا، خلاص؟ يبقى لو جات لي في ودي تريكه ام سي كيو بتيجي كتير جدا، يبقى لو جالي ها في الام سي كيو وسالني، لا خلي بالكم العيان ده عنده ايه؟ العيان ده البون مارو، خلاص كده، بايوبسي مش اسبريت. الاسبريت بتبقى ايه؟ السرنجه بتطلع فاضيه دراي لان البون مارو مش موجود. امال عنده ايه؟ عنده ايوه زي ما انتوا بتقولوا فات مكانها. طيب اللي وراها ممكن نعمل اذر انفستيجيشن، زي ايه؟ انفستيجيشن ريليتد للكوز. احنا اتفقنا ان السبب بتاعنا ممكن يكون ايه؟ سيستميك لوبس، او ممكن يكون مين؟ هيباتايتس سي فيروس. طب ايه الانفستيجيشن اللي عملها سيستميك لوبس؟ الناس اللي في الروماتولوجي عارفينها، الانتي نيوكلير انتي بودي. طب وايه الانفستيجيشن اللي بعملها الهيباتايتس سي؟ بعمل عندي حاجه اسمها ايه؟ اتش سي في ار ان اي، خلاص كده؟ بقيس الار ان اي بحاجه بجهاز اسمه البي سي ار، خلاص كده؟ ممكن اشخص ان السبب بتاع المرض ده زي ما احنا قلنا ممكن يبقى سكندري لايه؟ لسيستميك لوبس او سكندري لهيباتايتس سي، ده مثالين يعني. طيب اللي بعدها العلاج بتاعي، اول خطوه عندي في العلاج ان انا اعرف ايه السبب اللي ادى ان انا يجي لي ابلاستيك انيميا واعالجه. زي مثلا على سبيل المثال السيستميك لوبس بيتعالج بالايه؟ بالكورتيزون وبالاميونو سبريسيف ثيرابي، والناس اللي هي عندهم روماتولوجي عارفين الكلام ده وهتعرفوا الكلام ده كويس جدا في روماتولوجي. طب تاني حاجه، احنا اتفقنا ان العيان ده الوايت بلاد سيلز بتاعته مالهم قليلين، صح كده؟ الوايت بلاد سيلز بتاعتنا مالهم ها قلنا قليل. طب لما الوايت بلاد سيلز تقل ببقى انا عرضه ان يجي لي ايه؟ انفكشنز، صح كده؟ طيب لما انا عرضه ان يجي لي انفكشن لازم، طب انا لما يجي لي انفكشن مفيش اي خط دفاع قدامه، ده ممكن ان الانفكشن ده يؤدي الى ايه؟ اب تو ديس، لحد الوفاه، خلاص؟ طيب فعشان كده لازم اعمل حاجه اسمها ايه؟ اجريسيف، يعني بشده، اجريسيف انتي بايوتيك ثيرابي، خلاص كده؟ محتاج اعمله. لو جه بس العيان قال لي اللي هو عنده ابلاستيك انيميا، قال لي انا عندي فيفر درجه حرارته 38 وبرزيستنت فور اكتر من 12 ساعه، ساعتها افكر ان سبب الفيفر ده يبقى انفكشن واقول له لازم نعمل ايه؟ لازم اعمل لك ايه؟ اديك اجريسيف انتي بايوتيك. دي الحته دي مهمه لان الانفكشن از ذا موست كومن كوز اوف ديث. طيب ايه كمان عندنا عايزين نعرفه؟ ممكن ندي ادويه بنسميها بون مارو ستيمولنت، يعني ادويه بتستيموليت عندنا مين؟ البون مارو بتاعنا، زي الاندروجين، خلاص كده، وزي الانترلوكين 2 و3، وزي الفوليت، خلاص كده، وزي الاريثرو ايه بويتين. يعني الحاجات دي مش عليكم تحفظوا اساميها، اعرفوا بس احنا ممكن نستخدم بون مارو ستيمولنت، بحاول ان انا اعمل ستيموليشن للايه؟ للابلاستيك بون مارو بتاعنا ان هو يرجع تاني يديفايد. طيب بندي اميونو سبريسيف دراجز زي مين؟ زي السايكلوسبورن، اكتبوا جنبها ان ده الفيرست لاين تريتمنت، اكتبوا كده ان ده مين؟ الفيرست لاين ايه؟ تريتمنت بتاعنا، خلاص كده؟ طب ليه هو الفيرست لاين تريتمنت؟ ها؟
لان انا اتفقت معاكم لو رجعتوا في الصفحه اللي فاتت ان المرض ده از مينلي ايه؟ اميون ميديتد. يبقى السؤال ده بيجي لكم في الام سي كيو، مين الفيرست لاين يعني مين اول خط اجربه مع العيان خلاص كده هو مين؟ الاميونو سبريسيف، لان المرض ده الابلاستيك انيميا عشان يحصل محتاج ايه؟ اوتو اميون رياكشن، عشان بايه هو عباره عن الاوتو انتي بودي بتروح تاتاكل ايه؟ بتروح تاتاكل الجسم بتاعنا زي ما احنا قلناها فين؟ هنا ان هو مينلي اميون ميديتد. طيب اللي وراه ساعات العيان ده بحتاج اعمل له حاجه اسمها بلاد برودكت سبورت، يعني احاول ان انا سبورت الوايت بلاد سيلز والريد بلاد سيلز والبليتلت اللي موجودين في الدم، فاعمل عندي حاجه اسمها ترانسفيوجن اوف ريد بلاد سيلز او وايت بلاد سيلز او مين بليتلتس او صفايح. خلاص كده ما هو عنده نقص في الحاجات دي، فممكن ان انا اعمل له ايه؟ ترانسفيوجن، انقل له اكياس دم او اكياس ايه كرات دم حمراء او ايه او كرات دم بيضاء او صفايح. طيب لكن خلي بالكم بقى، امتى العيان ده اقول ان عنده حاجه اسمها كيوراتيف تريتمنت؟ يعني ايه كلمه كيوراتيف تريتمنت؟ يعني اخد حصل اديته ادويه عملت له كيور، كيور يعني خف تماما، ما بقاش عنده المرض ده اختفى. لما انا اروح للعيان ده واعمل له حاجه اسمها بون مارو ترانسبلانت، بون مارو ترانسبلانت، يبقى ده الاونلي كيوراتيف. يبقى خليكم عارفين لو جالكم سؤال في الامتحان كل الادويه اللي فاتت دي بتعمل ايه، يعني مثلا الاميونو سبريسيف هي الفيرست لاين صح، لكن دي بتعمل ايه؟ بتكنترول الاميون رياكشن، لكن لما اوقفها ايه اللي هيحصل؟ هيرجع الاميون رياكشن يحصل تاني وهيرجع يجي لي ابلاستيك انيميا تاني. لكن البون مارو ترانسبلانت ده مجرد ما انا انقل بون مارو جديد للعيان خلاص كده من شخص تاني بيخف المرض تماما، بيكون ايه؟ كيورد، كيوراتيف. طيب دي اول حاجه، يبقى ده التريتمنت اوف تشويس. طب بس خلي بالكم العمليه دي عمليه عنيفه جدا، ما ينفعش اعملها غير مع واحد سنه اقل من 40 سنه، وتاني حاجه عنده واحد متبرع كومباتبل، يعني ايه؟ يعني ملائم معاه عشان جهاز المناعه يقدر يقبلها الى حد من قرايبه، ويكون اتش ال ايه ايدنتيكال. يبقى لو لقينا الثلاث حاجات دول سن اقل من 40 سنه وكومباتبل دونر واتش ال ايدنتيكال، على فكره اضافه الى ذلك ان العين يكون معاه فلوس تكفي انه يعمل بون مارو ترانسبلانت، العمليه دي مكلفه جدا جدا جدا، ساعتها ايه؟ بقول له نعمل لك بون مارو ايه؟ ترانسبلانتيشن. طيب بصوا يا دكاتره، احنا عندنا نوعين من بون مارو ترانسبلانتيشن، نوع اسمه اوتولوجاس بون مارو ترانسبلانت، وعمليه تانية بنسميها الوجينيك بون مارو ترانسبلانت. كلمه اوتولوجاس دي معناها ايه؟ اوتو يعني جاي من عندي انا، يعني انا خدت البون مارو بتاعي وكبرته بره ورجعت زرعته تاني. لكن كلمه الوجينيك دي يا ريت تزودوها عندكم، ده ايه؟ دي معناها ان انا خدت البون مارو من شخص تاني، الوجينيك يعني من شخص اخر، خلاص كده عملت بون مارو ايه؟ ترانسبلانتيشن. خلي بالكم معايا بقى من الحته دي، لعلمكم الالوجينيك بون مارو ترانسبلانت ده هو ده التريتمنت اللي ينفع استخدمه هنا، لكن الاوتولوجس ما ينفعش في حالات الابلاستيك انيميا، يكتبوا جنب بون مارو ترانسبلانت الوجينيك اند نوت اوتولوجس. ليه؟ لان الان اصل البون مارو بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن فات وفي ابليزي. طيب اخر حاجه خالص هنقولها، وده تكرار الدكتوره بس زودته في المحاضره خلاص كده، لكن هو تكرار الكلام اللي احنا قلناه ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان عندنا حاجه اسمها سنجل لاين ابليزيا. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان البون مارو ده متقسم لكذا ايه؟ لكذا خط، خط بيطلع عندنا ريد بلاد سيلز، وخط تاني بيطلع عندنا وايت بلاد سيلز خلاص كده، وخط تالت بيطلع عندنا ايه؟ بليتلتس. تمام؟ ساعات بيبقى الافكشن موجود في سنجل لاين، وخدنا مثال عليه مين؟ الريد سيل ابليزيا، او الاسم التاني بتاعه مين؟ فانكوني سندروم، او اسمه كونجينيتال بلاك فان دايموند بلاك فان سندروم. طيب اولا نوع الانيميا اتفقنا ان هي ايه؟ نورموسيتيك نورموكروميك. طيب العيان ده الريتيكولوسايت كاونت، احنا اتفقنا الريتيكولوسايت طالعه من البون مارو هتكون ايه؟ عنده ريتيكولوسايتوبينيا يعني قليله جدا، وعنده ماركت ريدكشن يعني قله شديده في الاريثرويد بريكرسور. يعني ايه؟ يعني في الايه؟ في البريكرسورز يعني الخليه الام للايه؟ اريثرويد يعني للريد بلاد سيل في البون مارو بتاعنا. طيب اسم السندروم ده لو كان كونجينيتال بنسميه دايموند بلاك فان سندروم، خلاص؟ ممكن يحصل عندنا سكندري تو انفكشن، ممكن يحصل عندنا سكندري تو ايه؟ انفكشن. زي مين اشهر انفكشن؟ قلناه بارفو فيروس انفكشن. يبقى اكتبوا جنب بارفو فيروس دي اكتبوا جنبها ايه؟ سكندري ابلاستيك انيميا، وجنب دايموند بلاك فان ده ايه؟ برايمري ابلاستيك انيميا. طب اول خط علاج استخدمه، احنا اتفقنا سواء برايمري او سكندري المرض ده بيكون ايه؟ بيكون اميون ميديتد، فبنستخدم معاه اميونو سبريسيف دراجز، يعني ادويه تثبط جهاز المناعه زي السايكلوسبورين ايه، ممكن نحط معاها كورتيزون وممكن ما نحطش معاها كورتيزون، ودي بتكون افكتيف ان انا كنترول المرض بتاعي. خلاص؟ طيب لو كان العيان بقى، الحته دي تركه كده ايه حلوه الدكتوره زودتها في المحاضره، قالت ايه؟ قالت طب لو كان سبب الابلاستيك انيميا خلاص كده
بارفو فيروس يعني انفكشن يعني سكندري، خلاص كده. وسكندري انفكشن ما احنا اتفقنا ممكن يبقى سكندري للدراج او سكندري للثيموما او سكندري للريديو ثيرابي او للكيمو ثيرابي او للكلام ده كله. لا، لو كان سكندري انفكشن قالت من المفضل ان احنا نستخدم ادويه بتسيطر على الانفكشن اولى، اسمها اي في اي جي انترافينس اميونو جلوبولين. طب ليه؟ لان الادويه اللي بتعمل اميون سبريشن لو كان الابلاستيك انيميا نتيجه انفكشن، الانفكشن هيحصل له ايه؟ هيزيد. فمن المفضل ان احنا نستخدم حاجه اسمها اي في اي جي اللي هي انترافينس اميونو جلوبولين، هندرسها بعد كده بالتفصيل. قلنا لو عيان سنه اقل من 40 سنه ولقيت حد من عيلته ماتشنج معاه، يعني الاتش ال اي بتاعه شبهه، سيبلنج يعني قريب ليه، خلاص كده، وقال له ان هو هيتبرع له، موجود في عيلته، ساعتها بقول له ان الترانسبلانتيشن هو الحل الافضل، از بريفيرد ونيفر فيزبل، ولان ده بيكون كيوريتيف يعني العيان بيخف تماما. طيب لو كان العيان ده نوت سيوتبل يعني غير مؤهل ان يعمل له بومارو ترانسبلانتيشن، يبقى اعمل له اديله ايه؟ الاميونو سبريسيف ثيرابي زي الانتي ثيروبلين او الايه؟ السايكلوسبورين اي. طيب هناخد الام سي كيو بسرعه. قلنا ايه الدايجنوستيك تيست فور ابلاستيك انيميا؟ لا، وعندها بانسايتوبينيا، هل السي بي سي؟ لا، ده مش دايجنوستيك. هل البون مارو اسبيريشن؟ قلنا لا، بيدينا دراي تاب. هل البون مارو تريفيان بايوبسي؟ ايوه، هي دي الاجابه الصح، خلاص كده يبقى الاجابه سي. طيب all of the following modality can be used to treat aplastic anemia. ممكن استخدم cyclosporin A؟ صح. ممكن استخدم allogenic bone marrow transplant يعني جايبه من شخص تاني؟ صح. طب ممكن استخدم autologous bone marrow transplant يعني البون مارو بتاعنا ابدا اكبره واديه لعين تاني؟ لا، يبقى دي الاجابه الاكسبت، الاجابه الغلط. aplastic anemia is characterized by A. bleeding؟ صح. infection؟ صح، لان عنده white blood cells قليله. فاتي bone marrow aspiration؟ صح. طب هل هو عنده splenomegaly؟ لا، ما عندوش splenomegaly. خلاص؟ طيب ايه الحاجه اللي كيوريتيف فور ابلاستيك انيميا؟ السايكلوسبورين ده الفيرست لاين تريتمنت، لكن هو مش كيوريتيف. طب اوتولوجس يعني جايبه من نفسي، برده مش كيوريتيف. لكن الوجينيك يعني جايبه من شخص تاني، ايوه هو ده الايه؟ الكيوريتيف تريتمنت بتاعنا. طيب ايه تاني اسئله؟ في اخر ورقه خالص. خلاص عندنا الابلاستيك انيميا ممكن تبقى سكندري للاسباب دي كلها ما عدا سكندري للايراديشن زي الراديو ثيرابي، صح. سكندري للبارفو فيروس انفكشن زي البارفو فيروس والانفكشن، صح. سكندري للدراجز زي الكلورامفينيكول، صح. طب هل سكندري هو لهايبر سبينيزم يعني ان السبرين الفانكشن بتاعها زاد قوي فادى ان الريد بلاد سيلز يبداوا يتكسروا والوايت بلاد سيلز وبليت؟ دي الاجابه الايه؟ الغلط. كان في حاجه احنا كنا سايبين جنبها كويشن مارك، هي ايه؟ هي ان انا عايزكم تعرفوا ان ايه؟ ان اللي في الاذر هنا، بصوا في حاجه اسمها الكومبنسيشن مانيفيستيشن، ان الايرن ديفيشنسي بيكون معاه سبلينوميجالي في 10% اوف ذا كيسز، بس عايزكم تعرفوا كاسم. وان العيان اللي عنده خلاص كده ابلاستيك انيميا ما بيكونش عنده ولا سبلينوميجالي ولا هيباتوميجالي ولا تضخم في الكبد ولا تضخم في الطحال. خليكم معلمين عليها واكتبوا جنبها ايه؟ ام سي كيو، وهنشرحها في المحاضره اللي جايه. اتمنى تكونوا استفدتوا. اي حد عنده مشكله يقدر يتواصل معايا بالواتساب او عن طريق السنتر.